السلام عليكم، لاباس مبارك مساعد ودخل ان شاء الله الصحه والسلامه، رمضان ان شاء الله مبارك سعيد. بالنسبه لهاد الاجواء هذه ضروري في هذا الشهر ديال شعبان، كتكون استعدادات بالنسبه للشبكيه البريوات، بالنسبه للسلو، السلو اللي تيميز عندنا هنايا هو السلو ما فيه الزبده والزيت، اللي دام اللي فيه تيخرج مع دام الزنجلان واللوز. هاد غادي السلو يعني راه ماشي عاد بان، تقريبا 30 سنه الوالد ديالي اول واحد يمكن صوب سلوف هنا في الصعيد الوطني، وقدر ياخذ واحد الصدى على على مستوى المدن كاملين. دابا تبارك الله كلشي توجه لهذا السلو هكا اللي هو تسمى سلو ريجي، ما فيه الزبده والزيت. هو بالنسبه للسلو، سلو صحي، واخا تيقدر يجلس عام ولا هذا، الطيبه ديالو ما تبدل شيء لان ما فيه الزبده اللي هو وتبسلو الطيبه ديالو. السلو باش يمكن يتصوب هكا تيخص الطحين يتحرق في الفران، الزنجلان واللوز ولا كاوكاو تيتحمر، وكان افضل كان افضل بلا ما يتقلى في الزيت يتحمر في الفران، القرفة، النافع والمسكة والسكر تيتخلط هنايا، تتميلونجا في الماكينة، تتبريسيه الماكينة مزيان، تيعطيك لي ديما ديالو بلا ما دير فيه لا زبدة ولا زيت. وأنا كنت نعاود نكرر، واخا تطول واحد المدة ما تبدلش الطيبة ديالو، الطيبة ديالو كما هي أصلي طبيعي. السلو هذا إلا ما كانش فيه القوام واحد الكمية كثيرة راه ما غيتصوب شيء، يعني هذاك الطحين بزاف اللي غيضر ولا هذا ما تكون فيه واحد النسبة قليلة، باش يعطيك النسمة ديال السلو، إما الأصل فيه هو ديك الزريعة ديالو اللي هي الزنجلان واللوز وكاوكاو. الشعب المغربي هذو الثقافة ديالو ما يمكنش يحط المائدة ديال الإفطار ولا السحور وما يحطش فيها سلو، ضروري خص يكون هذا الشيء موجود في الطبلة المغربية. هو إن شاء الله إلا دخل إن شاء الله رمضان بالصحة والسلامة، ويدخل جميع المسلمين كافة إن شاء الله بالصحة والسلامة، ويرفعين ربي عنا هذا الوباء ويحد الباس إن شاء الله وما يكون خير إن شاء الله. المناسبة ديال العواشر كلشي تيصوب هذا الشيء هذا. ايوا هادشي اللي كاين ديال رمضان، صوبوا سلو على حسب المناسبه ديال رمضان، والسيد هذا عنده داكشي متقون. ايوا هادشي اللي كاين هنايا، كنجيو نصوبوا المسائل ديالنا اللي كنصوبوها تقليديه اللي تعلمناها من جدود جدودنا، هو كبغزال، غريبه، بريواد النوا، بريواد ديال كاوكاو، المسائل كامله ديال الدوازات حتى كنصوبوها هنايا، كنجيو كنطحنوا اللوج بوحدو، الطحين بوحدو، كل حاجه بوحدها، وعاد تنديوها للدار وكنصوبوهم باش كنديوهم للفران. وهاد التقاليد هادي كلها تعلمناها مني حلينا عينينا، لقينا والدينا حتى هما كيديروا هاد الشيء وتعلموها من جدود جدودهم. عندك رمضان وعندك العيد الصغير والعيد الكبير، هادي تقاليد في الناس، ولو يصوب حتى 4 اوق 850 غرام يصوبها ديال دوازات تاي كيتسمى. كنستعدوا رمضان بهذه الطريقه هذه هنا بمدينه فاس، نبداو الاخرين الله اعلم واش كيديروها ولا ما كيديروهاش، ما عرفناش شنو كاين في مناسبه رمضان. الله يخفف عنا ما نزل ويرفع علينا هذا الوباء، ومرحبا بكم مدينه فاس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.